الفريد في الوالد كل كتاب كان يصدر يجيب منه أقل شيء 25 نسخة. مش منتقى يقول لك القارئ، مع أنه كان الوالد أمي كان لا يكتب كان يقرأ، لكن أمي، لكن ما كان يختار الكتاب معين أنه هذا الكتاب مطلوب وهذا الكتاب مش مطلوب. لما كانوا يسألوا يقول كل كتاب له قارئ. عشان هيك حاليا المكتبات والمستودعات عندنا ملانة بالكتب، بالكتب الغريبة طبعا والكتب القديمة. وكان يحكي لنا الكتاب عرف ما له قيمة إلا لما يجي الطالب يطلبه. فتح بالقدس مكتبة، طبعا مكتبة صغيرة على قد مستواهم، سماها المكتبة العمومية. نزل مشوارين ثلاثة على مصر وجاب مجموعة من الكتب، طور ووسع المكتبة. فتح بعديها في باب الزهري سماها مكتبة المحتسب، وصار يستورد. طبعا كان كل الاستيراد من مصر. في 1963 فتح فرع هون. هلا كانت اول كل البضاعة تيجي على القدس، كان المطار كلنديا، يعني المطار هون ما كانت تيجي البضاعة لهون، كانت تيجي على القدس، نوزع من القدس. وبعدين لما فتحنا فرع بدنا نتوسع، جبنا لعمان، فتحنا فرع في عمان. أخذني على مصر وأنا عمري 11 سنة. أخذني طبعاً لأنه رغبت بالكتب، وبتمنى كنت أقرأ وأنا صغير، ودائماً مع الوالد أنا الوحيد اللي معه. فأخذني، عرفني على دور النشر برضو بالقاهرة هناك، وظلت في دمي. هلأ مكتبتنا كانت جنب المدرسة بالكلية الإبراهيمية، فكنت أطلع من المدرسة على المكتبة أقعد أدرس، ويعني مثلاً يعطوني موضوع في المدرسة أروح للكتب، الكتب متوفرة. اللعب ما كناش نلعب، ملعب المكتبة وعدت المكتبة، وبنفس الوقت الموظفين قلال، فكنت دائماً أنا موجود في المكتبة. هلأ المركز الرئيسي كان هناك. بعد 67 صفى المركز الرئيسي هون، كانت بضائع تيجي لهون للقدس ونجيب من هناك لهون. لما صار في إغلاق وصار الاحتلال صارت البضاعة تيجي لهون، ومن هون ننزل كل أسبوع كونتينر. طبعا مع الاحتلال كانت في صعوبة شديدة جدا، كل الكتب المتعلقة بالصهيونية بإسرائيل، أي كتاب عليه صورة مسدس مثلا، أي كتاب عن القضية الفلسطينية، أي كتاب للفدائيين، كله ممنوع ممنوع. كل شغل على القديم، يعني هاي عيني مثلا هذا من القديم، بتحدى اذا بتلاقي واحد في البلد عنده منه. يعني تعال كتاب مثلا بالستينات، هذا بالواحد وسبعين. كان يعني الكتابات جيدة، الإصدارات جيدة، الكتاب عز كتابتهم، المدارس تشجع، طلاب في قراءة، وكله هذا بيرجع للدولة للتعليم. يعني مثلا عندنا بالأردن كان في السلة المدرسية، كان يعمموا على كل المدارس، كل صف تصور كل سنة انهم يأسسوا مكتبة لو صغيرة لكل صف. فكان عندنا موظفين موجودين اثنين فقط للمناقصات. كان حتى قسم المناهج كان ينزل عطاءات، ياخذ كميات من الكتب. يعني في احدى العطاءات اخذ منا ب 75,000 دينار. بعديها بلشت حتى المدارس بطلت تعمل مناقصات، بطلت تاخذ كتب، بطلوا الطلاب يكتبوا ابحاث. من التسعين هذه كلها وقفت. انا مش مستورد ولا كتاب من التسعين. من التسعين مش صار، لكن عندي مستودعات متروسة ملاني كتب. كان في زي مكتبتنا مكتبتين ثلاثة سكر. كلمة ليش؟ لأنه أنا على وشك، لأنه لو في دعم من الحكومة يعني بترغب، وزارة الثقافة المفروض أنها تدعم، لكن ما بتدعم، ما في دعم. معرض قاعدين بنحفي عليه عشان نعمله ما بيعطوناش. وأنا لو ما عنديش بضاعة سكرت من زمان، لأنه أنا قاعد بخسر. يعني لو ما أهلي ببعتوا لي، أولادي ببعتوا لي، مش جايب الأجر. بس بنفس الوقت خسارة، يعني عندي بضاعة، وين أوديها؟ أحرقها؟
بهون ليش؟ لأنه هذه بدمي أنا، والله بتوقع أسكر لكن مش بخاطري، بنفس الوقت لا بضلني لآخر رمق، يمكن أموت قبل ما أسكر، وهذا اللي بتأمله، صدقني هذا اللي بتأمله، إنه ما يغلق المحل وأنا طيب.